كما ينضم إلينا عبر الهاتف من الرياض الإعلامي والمحلل السياسي أحمد الركبان. مساء الخير سيد أحمد، وبداية نتحدث عن قراءتك في إسهامات أمير دولة الكويت الراحل طوال مسيرته العطيرة. أولا مساء الخير لكم حكومة الشعب في البحرين الشقيق. نعزي أنفسنا في المملكة العربية السعودية ودول الخليج ومملكة البحرين بوفاة والدنا الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، الذي عرف الحقيقة بوقاره وعرف أيضا بقيمه المتعددة. ولذلك يعني المنطقة الخليجية والمنطقة العربية تفتقد رجل كالشيخ نواف الأحمد، رجل العقل، رجل التصرف، رجل أيضا الحكمة والرزانة. قاد ملفات عديدة في هذه الأزمة، في أزمات عديدة في هذه الفترة، خاصة أن أمير الكويت يعتبر بالنسبة للمنطقة الخليجية هي نقطة التوازن. ولذلك يعني المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين مؤكد بل جازما بأن جميع شعوبنا وكذلك أيضا حكوماتنا يعني متألمون لفقد هذه الشخصية القيادية. أعتقد أيضا سمو الشيخ نواف الله يرحمه طبعا تولى قيادة الحكم في الكويت بعد أن توفي الشيخ صباح الأحمد رحمه الله جميعا. نعم. وقد استطاع أن يقود الكويت إلى بر الأمان في الفترة الماضية، خاصة أنها مرت في المنطقة العربية والخليجية بل والعالم في عدة أزمات، ومنها أزمة كورونا، ومنها أيضا أزمات الحروب المتوالية على بعض البلدان العربية والإسلامية وكذلك دول العالم. أعتقد أن فقدان هذه الشخصية خسارة للمملكة السعودية وكذلك للدول الخليجية، لأننا سنفقد في مجلس التعاون لدول الخليج شخصية مثل شخصية الأمير نواف رحمه الله والشيخ نواف. أنا أعتقد أنه عزاؤنا لأنفسنا ولحكومة الكويت شعبا وحكومة، نسأل الله سبحانه وتعالى له المغفرة والثبات. نعم، من الرياض الإعلامي والمحلل السياسي أحمد الركبان، شكرا جزيلا لك. شكرا.